الحامية الناجحة واللامعة والناشطة رانيا غيث. نحن مش مطلوب منا ننزل ندافع عن خيمة. هل صحيح أصريت إنه يكون لائحة وحدة؟ ليه لا؟ شو اللي بيمنع؟ أحسن من الخلافات اللي عم تصير بالحراك المدني ولا لا؟ في انفجار حقيقي رح يصير بعد الانتخابات النيابية. شو الحل بالنسبة لإسرائيل؟ نعرف إنه آخر فترة هو صار حبر على ورق. إنه بالنهاية بكل هالأزمات اللي مرت هن الوحيدين اللي ساعدوا الناس، قدموا مساعدات. سلاح مفترض يكون بيد الجيش اللبناني فقط لا غير. بيجيكي مساعدات من الخليج، بيجيكي مساعدات من الغرب. نحن مجموعات التقت تشبه هيدا المجتمع. 50-50 مع سامي كليب الخميس 10 المساء على LBCI.